في طلب قدمه احد السادة النواب الى مجلس النواب. انا عارف انه الطلب ده ممكن يقلب الدنيا خصوصا في اوساط الشباب، لانه متعلق بحاجة او تطبيق معين تقريبا هو روح الشباب دلوقتي، هو حياة الشباب واهتمام الشباب وتركيز الشباب ولعب الشباب ودخل الشباب فلوس الشباب، الا وهو تطبيق التيك توك. السيد النائب عصام دياب طلب من البرلمان حظر التيك توك في مصر. مساء الخير يا عصام بيه. مساء النور يا تامر بيه، واهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. زي حضرتك ان شاء الله اكون بخير، منور ومشرف. الله يخليك يا فندم، بشكر حضرتك جدا. انت عارف ان انت فتحت على نفسك فتوحه كبيره. الله اعلم بقى هتتقفل ازاي. يمكن اكيد القيم اللي اتربى عليها زي حضرتك وزينا كلنا، يعني ضد العادات والاخلاق اللي بتحصل على التيك توك، واكيد حضرتك غير راضي وناس كتير غير راضيه عن الاداء والعري وعدم الاخلاق اللي موجوده على التيك توك. بالتاكيد. يعني احنا بنقول ان انا كلامي في طلب الاحاطه ان هو حجب منصه التيك توك لحين ما هي تطابق الضوابط المصريه من حيث الاخلاق، من حيث الضوابط القانونيه ليها، لان انا ليا ثلاث اسباب في طلب الاحاطه. اسمح لي اقولهم لك. اتفضل. اولا هتكلم من الناحيه الاخلاقيه. التيك توك استباح كل شيء لهدم القيم والمبادئ والاخلاق المصريه. احنا شعب بطبيعتنا وبفطرتنا طلعنا على تربيه علماء، زي بنفتخر ان عندنا نجيب محفوظ، بنفتخر ان عندنا عباس العقاد، بنفتخر ان عندنا طه حسين، علماء. النهارده دول كانوا قدوه بالنسبه لنا في تعليمنا والاخر. النهارده قدوه الشباب الصغار ده ايه؟ النهارده في توجيه غير عادي وفي اسلوب ممنهج لتدمير اجيال جايه لمصر من خلال هدم القدوه. تمام. دي نقطه مهمه لازم احنا كلنا. كويس. يبقى اول عنصر العنصر الاخلاقي. الاخلاقي. تمام. في الكلام ده. العنصر الثاني وهو عنصر ان طريقه ضخ الاموال ما عليهاش رقابه ماليه، ممكن تسمح بدخول اموال احنا ما نعرفش مصدرها لمصر، وبالتالي نخش في دائرة غسيل الأموال بطريقة لا ما عليهاش رقابة مالية. مفهوم. مصر مش مستفيدة حاجة من الموضوع ده، ففي دخول لأموال بتخش مصر وبتخرج بدون ما حد يكون في أي أجهزة رقابية عليها. تمام. نهائي. تمام. ثلاثة. العنصر الثالث يا فندم وهو 19 دولة اللي حجبت التيك توك عنها، أمن المعلومات. النهارده ده يضر الامن القومي. عندي 32 مليون بنت وولد وشاب واطفال يعني على المنصه دي، وبالتالي ده في حاجه اسمها امن المعلومات اللي كان السبب زي الهند وفرنسا والولايات المتحده اللي هتوقفوا في شهر واحد، وايران وبنجلاديش، حاجات دول كتير جدا كبيره. يعني اكبر يعني حاجه دوله وقفت قدامها الهند. لما الهند بالتعداد ده توقف منصة زي دي يبقى فيه، وكان سببها برضو أمن المعلومات. مفهوم. فهنا في تهديد للأمن القومي المصري، لأن النهاردة حضرتك لو أطلقت إشاعة على منصة التيك توك بنبذل الحكومة بتبذل الكثير. صحيح. عشان صحيح. الرد على الإشاعة. طب هنا يا سيادة النائب، يعني مع اتفاقي الكامل معاك على أنه كتير من المحتوى اللي بيتنشر على التيك توك محتاج ضبط وربط ومتعارض مع أخلاقنا وقيمنا واحترامنا وديننا كمان، لكن في حد ممكن يرد عليك ويقول لك انه الحاجات الغلط ما تتواجهش بالمنع، تتواجه بالضبط والتنظيم. تمام يا فندم. انا مع حضرتك في دي. احنا في 10% في دكاتره بتقدم محتوى محترم. تمام. في ناس بتقدم برامج للطبخ والاخره، في حاجات كتير ما عنديش مشكله معاها. صح. لكن ال 90% او 80% او نسبه كبيره بقى منصه للتربح بطريقه بقت وصلنا لمرحله العري وانعدام الاخلاق والاخره. حضرتك التلفزيون، يعني انا قاعد بتفرج على حضرتك، انا لو عجبني البرنامج بستمر، مش عجبني في ريموت بقلب. النهارده بقى التيك توك حضرتك لو بتعمل رولز كده بتتفرج على برنامج سياسي وبتقلب لفوق، انت بتواجه حاجه ممكن انت يعني لا تليق بحضرتك ولا بالمشاهد. مفهوم. فانا بقول يا جماعه نحجب
المنصة. يعني انت طلبك عشان بس كل السادة المشاهدين والسادة الشباب بالذات يفهموه كويس، ان انت طلبك ان انت تحجب منصة او تطبيق التيك توك لحين ترشيده وعمل ضوابط تتناسب مع قيم واخلاقيات المجتمع المصري. بالظبط كده يا فندم، وتقنين وضعه المالي والقانوني يبقى فيه ضوابط ليه في اشراف على الاموال اللي بيتم ضخها وصرفها للشباب. انا بقول لحضرتك بيخضع للقانون المصري. يعني انا كنت برضو تعرضت لسؤال ان النهارده طب ما القانون بيتطبق لما بيحصل خروج عنه في التيك توك وبنحبس الشباب، فقلت يا جماعه احنا دورنا ان احنا نمنع الجريمه قبل حدوثها، مش نستنى ان انا احبس الشباب بتاعي. صحيح صحيح. يعني انا دوري لا، وهوس هوس التربح السريع كمان بقى خلى الشباب يسيبوا اعمالهم وفرص البحث عن فرصه عمل وشغل واجتهاد وابداع، وان انا اروح للثراء السريع عن طريق ان انا اعمل فيديوهات مثيره عشان اكسب بالزبط. دولارات كتيره. بالظبط هو ده يا فندم، دي نفس وجهه نظري. والنهارده الولاد الصغيرين احنا في نهضه تعليميه بنصرف عليها مليارات. النهارده انت بتهدم لي الكلام ده خالص. انا ما بقول لولد او طفل ذاكر عشان تبقى حاجه كويسه زي كذا، ما بلاقيش الرد مفهوم المقنع ليه، او انا مش عارفين نقنعه لان هو شايف العكس الناحيه الجانب الاخر بشكل مسيء لينا كلنا. بشكرك وبحييك يا سياده النائب، وهنتابع ان شاء الله ردود الفعل و تطورات طلب الإحاطة اللي حضرتك تقدمت بيه، وأنا متأكد أن هذا الموضوع هيعمل حالة جدل كبيرة جدا جدا في أوساط السوشيال ميديا وفي الشارع المصري كمان ما بين مؤيد ومعارض، لأنه شئنا ولا أبينا التيك توك أصبح واقع علينا أن احنا نتعامل معاه، إما بقى بالفكرة اللي بيقولها سيادة النائب أو بالإتاحة مع الترشيد والضبط. هنشوف الصيغة اللي هتتوصل إليها المشرعين من خلال مجلس النواب.